يا الحبيبه ديال قلبي، كيفتينا الزين وما ديش على الروينه. راني ما مروناش ولكن راني خدامه اختي. كيف نتوما؟ صافا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. المغرب الزينات ديالي انا خدامه معاكم. صافا نحيد غير لي زيكوتو باش نسمع راسي، راه كنغوت. المهم حلاوات، عييت اختي والله الا عييت، حتى من الغدا باقي ما تغديتش. قلت لكم كنقلب على واحد النيميرو ديال لا كوموند باش نزيد فيه واحد لارتيكل. المهم انا كنحطو ميم طون نقلب وهكذا باش نديهم البريد والمونديال فولي ياك الغزيولات. هكذا انا نكون عملت معاكم الكلمه. هاد لي كوموند ديال البارحه البنات، لي كوموند ديال البارح الحمد لله خير البركه. لقفيت ديك القنادر كلهم تقريبا، صبروا نتاكد واش كلهم سالاو باش ما نقول لكم شي بيتيز. من هادوك ديال 17 الاورو. المهم اش كنخربق عليكم؟ اش كنقول؟ اش كنقول البنات؟ راني ما قلت لكمش بلي درت لكم 40% في السيت حنان شاني بانكم، دايره لكم 40% البنات في لي بيجو كاملين، كيدوزوا لكم كاملين الثمن. يا سلام. المهم انا ما كنخدمش بالبلازير هكذا ولكن لبسها عليا باش نصور معكم. ومن طوب شنو بغيت نقول لكم؟ غادي تكونوا شفتوا الفيديو البنات، شفتوا العنوان وكل شيء، غادي نهضر لكم على هذا الموضوع بطبيعه الحال. دابا راني زربانه غادي نكمل معاكم. المهم راه كان الخدمه بزاف 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 ديال الخدمه بزاف نتاع لي بيجو تبارك الله ما شاء الله. شنقول لكم البنات؟ بروفيتيو اون ماكس. عندكم 40%. عرفتي شنو هي 40%؟ لي بيجو كيتقاموا لك غير ب 6 7 اورو باش كيتقاموا لك لي بيجو، كي دايرين لي بيجو كيهبلوا فوالا غزيولات. سينو عاوتاني عندكم ديك القنادر، ها هما اللوينات اللي بقاو لي البنات اللي بغات تاخذ الغزولات ديالي. عندك الكري كلير وعندك هذا الخضيضر هذا كيهبلوا البنات. فونسيو في السيت حنان شاني بانكم نوري لكم لي ديتاي عن قرب. فوالا وهذا الديتاي عن قرب، بقاو لي هاد جوج وكيهبلوا كيمشيو طايرين بحال الحبه حبه. ما ديوش على هادشي والله العظيم الا كنت غادي نسردهم الواليده، ودابا سيمانه باش كنقول غادي نسردهم الواليده وباقي راهم هنا. ما علينا نكملوا. شنو بغيت نقول لكم؟ احسن حاجه علاش طلقت لكم الفيديو دابا، حيت باغا نشارك معكم البنات هادوك لي غوسيت اسياتيك اللي كلشي كيقول لي حنان عافاك ديريهم باسكو جربتو لي نيم وهبلتو عليهم. هادوك لي نيم شينواز خطيرين. المهم اللي بغات لي غوسيت ديالي تشوف الروتينات البنات، الروتينات فين كنكتب لكم، فين كنبين لكم دي بلا ولا فين كنكتب لكم في المينياتور عملت لي نيم ولا عملت لي غافيولي شينوا ولا حاجه. شوفوا الاكل الاسيوي اللي غادي تاخذوه من عندي فريمون تاكلوا عليه يديكم حسن من الغيستو، وقسم بالله العلي العظيم يجا سوم. شنو كنقول لك؟ جايباه لكم بحق وطريقه بالغوسيت سهله ومهله وكيوجد في دقائق 10 دقائق لي بلا كيكونوا واجدين. المهم الحلاوات انا غادي نحط لكم دابايا لا غوسيت، نخليكم انا نكمل هنايا. كاين تبارك الله بزاف الخدمه، خاصني ناخذ هادو دلا بوست وهادو اللي هنايا في هاد الجهه كامله، هادو كلهم هي ديال مونديال غولي، واللي هنا عاوتاني في ديك الجهه كامله كلهم ديال لا بوست، وغادي نحيدهم عليا غادي نديهم. وها نتوما نخلي لكم السيت راه ديما في صندوق الوصف البنات، وندخل لكم دوزو لي غوسيت ونرجع معكم باش ندوي معكم على الموضوع اللي انا جايباكم في هذا الفيديو اليوم باش تشوفوا الحقيقه ديالو، باسكو انا هادشي صافي ما بقاش. المهم غير باش نقول لكم اللي كاين وفي نفس الوقت بالدليل الدلائل وكل شيء اللي كاين. المهم غادي تشوفوا في الاخر، يعني ماشي عنوان هكذا وصاف ولا لا لا لا، غادي تشوفوا معايا كل شيء وبلا ما تزابيو الفيديو، ها الفيديو كامل زوين. يلا هو الغزولات ديالي نشوفكم دابايا شويه. ها انتم الغزولات. المهم غادي نبداو البوف وزونيو كما غادي تشوفوا معايا، ما عنديش كميه كبيره ديال اللحم الصراحه ولكن غادي نحاول نخرج بها كميه كبيره حيت نورمالمون كنقطعوه رقيق. اوكي نحاول نخرج بها الكميه الكبيره اللي نقدر، وعندي البصله بامال باش نخرج بها. المهم غادي تشدوا هذا راه باقي ما ديكونجلاش مزيان، هو الغومستيك ولا ما عرفت كي كيسميوه هذا. المهم ان بارتي دو فيوند كتكون طوندغ مزيانه كطلبيها من الجزار، انا كنت خديت كثير وكيبقى ليا. كتقطعي هكذا يعني دي ترونش ولكن رقاقين بحال هكذا شوفا دي ترونج رقاق، خاصك تقطعي با مال وتمشي معاه هكذا حتى تكمليه. اوكي المهم انا نكملو غادي نبقى ماشيه معاه هكذا حتى نكمل الكميه كامله. اوكي المهم خاصك شي موس يكون ترونشون كيقطع مزيان مزيان وما ديرهمش غلاد، سورتو باغلاد خاصهم يكونوا بحال هكذا. اوكي المهم راه كيبان لكم خاصو يكون بحال هكذا. ها انتما الزينات. المهم مني قطعتو كله فينمون
بيان سو راه كاين شي وحدين اللي باقي متلجين شويه. المهم راه غادي يذوبوا في الثلاجه حيت كنخليوه يرتاح. المهم مينيموم اينور دو 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 في 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 الثلاجه على ما انا كنوجد حاجات اخرين. المهم علينا صبروا غادي نافونسيو نكملو. غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الملحه. بطبيعه الحال الا ما عندكش العبار في يدك نصحك ديري المعلقه وتعبري. غادي نحتاجو لبزار، غادي نحتاجو واحد ربع المعلقه ولا نص معلقه هكداك ديال البزار نسمي به فوالا. وغادي نحتاجو البنات جوج معالق كبار ديال صوص سوجا فونسي اللي هي دارك صوي صوص. شفتو هي هادي. اوكي المعلقه ديالي باش عبرت قبيله خاصني نغسلها فيها الصوص ديال بواسون. اوكي الو نديرو جوج معالق كبار. شفتو هي كي كحله هادي، هادي الفونسي كتكون كحله فوالا. جوج معالق كبار. وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال صوص زويتر. هي راه ماشي فيها لي زويتر، بالعكس كتكون حلوه ومزيونه. مي مسميينها صوص زويتر. زوينه 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 زوينه. انا ديما كتسالى لي دغيا دغيا حيت كنستعملها في كاع لي بلا. صراحه واعره واعره في لي بلا. شوفي ها هي المعلقه الاوليه، دابا ندير وحده اخرى ما معمراش باسكو فيها جوج معالق. فوالا جوج معالق منه فوالا كما كتشوفوا. وغادي نحتاج جوج معالق ديال الزيت ديال الطغنوسال باش كيرطب اللحم حتى هو. جوج معالق كبار. وغادي نحتاجو من بعد واحد 4 معالق كبار باش باش نقليو اللحم ونقليو البصله. فوالا زينات. المهم بالنسبه للي صوص كملناهم. دابا شنو غادي نحتاجو؟ نحتاجو 10 الغرامات ديال لافارين. لافارين العاديه ماشي المايزينا ولا الو. 10 الغرامات كتجيب لك العبار ديال المعلقه كبيره. انا هذا هو العبار اللي كندير، معلقة كبيرة هي هذاك العبار ديال 10 الغرام. المهم مولفة انايا كنديرو. ديري عينك ميزانك، ديري بحالي، تبعي هي الخطوات اللي كندير. ما فهمتيش شي حاجة خليها لي في لي كومونتير وانا معاك حبيبتي. المهم بالنسبة للعبار ديال اللحم خاص يكون عندك نورمالمون نص كيلو وزيادة شوية. صراحة انا ما عنديش كامل، ما كاملش نص كيلو، ناقص شوية. وهاد العبار هذا خليته لكم محافظة لكم به باش ديروه على ودي نص كيلو. فهمتوا؟ انا غادي نكثر شويه البصله على داكشي. درت له القوام مزيان، نورمالمون كيجيك القوام جوست جوست. انا جاني شويه كثير حيت بغيتو بنفس القوام اللي مولفه كنديرو اللي خادي عليه يدي. فهمتي؟ ما بغيتو نقص. فوالا الزينات. ودابا شنو غادي ندير؟ غادي نغطيه بالبواطه ديالو وغادي ندخلو للثلاجه، ندخلو ساعه د المكانه على ما انا ندوز نقطع البصله معاكم. تقطع هاد البصله سامبل، غادي تشديه تقطعيها على جوج هوب، وغادي تشديها وتقطعيها بحال هكا بام 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 بام. غريضه شويه ماشي رقيقه رقيقه، فهمتي؟ هاد الحجم هذا هكذا ودوزي اي سي بو. دغيا دغيا تكمليها واخا تبان لك كثيره. بالنسبه للبصله درت كثر، درت كثر من نص كيلو. نورمالمون كنديرو نص كيلو، انا درت كثر. فوالا بالنسبه للبصله في الساعه غادي تكمليها. خاص غير يكون عندك شي مود دغيا كيقطع في الساعه في الساعه. وها انت مكمليه. وهنايا سخنت المقله على 8. المهم راهي طالعه بزاف سخونه بزاف. غادي اوميمتو هي كتسخن اوميمتو انا غادي نزيد فيها 4 د المعالق كبار ديال الزيت ديال الطغنوسال. 4 د المعالق كبار ونخليها تسخن مزيان كوم الفو. ها انتما واحد، ها جوج، ها ثلاثة، وها أربعة. نبعد معالق كبار بطبيعة الحال باش ندير فيها البصلة وندير فيها اللحم في نفس الوقت، ما غاديش نزيد الزيت من بعد. صافي بالنسبة للزيت ديالنا والمقلة راها سخونة مزيان. غادي نضيف البصلة فوالا، غادي نضيفو البصلة. خليوها تسخن كتر ولا بغيتو. المهم كنضيفو البصلة، عندنا البصلة كتيرة. غنخليوها بحال هكدا دقيقة ما كاملاش على ما تحمر مزيان، تطلع معاها الحرارة، ما طلعتش معاها مزيان فوالا. نخرج اللحم، راني خليته دابا أكثر من ساعة، راه شي جوج سوايع في الثلاجة على ما وجد داكشي لاخر، راه شي تقريب جوج سوايع في الثلاجة. غادي نخرجو فوالا، تتلقاي مجموعة شوية. حاولي تحليه، فهمتي؟ حاولي تحليه مزيان كوم الفو. صافي على ما طيب ليا شويه البصله غادي نخوي عليها.
كيطيبوا ما كنخليهمش حتى يدبلوا كاملين شوفوا بحال هكذا. ودابا بالنسبه للحب حاولت نقطع ديك الطروفات الكبار حاولت نقطعهم صغار. باش تخرج لي منه كميه هي هذيك فوالا. ودابا كنديروا له بحال هكذا مع البصله وكنخليو كلشي يمشي مع بعض كلشي يطيب مع بعض. الريحه ما نعاود لكمش الريحه كتسطي ما شاء الله. ايوا كي قلت لكم اللحم كان عندي قليل بقى لياش وانا بغيت ندير هذه حيت كتجي مزيونه مع ليني كتجي حسن من تقدري ديري فيرسيون نفس المقادير نفس الحاجات على الدجاج تقدري ديريها على الدجاج حتى هي. فوالا لي في بوف زونيون واجد كيهبل كيجي غزال شفتو كي كيجي ما كيبانش بلي ما فيهش بزاف ديال اللحم ولا كيجي مخير مع لي زونيون كيجي هو هذاك زعما ديري مع لوغي ولا ليني كيجي فل. المهم داك الساعه نكحزو لكم. دابا غادي ندوزو نقليو لينيم ديالنا. المهم هذا غادي نخليه هنا باش ما يبردش وحليت الشرج ما غادي تلقاو الصداع. اي فوالا الزينات دابا غادي نوجدو ليني. الو غادي نوري لكم شنو غادي نحتاجو في ليني. اول حاجه كما كتشوفوا لينو الاولى ليني اللي كنستعمل انا هما هادو هادو كناخذو من لي ماكازا اسياتيك ما لقيتيهمش حداك تلقايهم في كارفور تلقايهم فين ما بغيتي سينو الا ما لقيتيش خودي هادو لا مارك كارفور كما كتشوفوا فوالا حتى هادو راه بحال بحال. انا غادي نخلط ما بيناتهم حيت ما غاديش يكفيوني هادو هادو اون جينيرال كيديروا لك ربعه الناس تقدري تاكلي بهم ربعه الناس انا نزيد عليهم هادو بحال يجيبوا الاخر. في الخضره البنات غادي نحتاجو بصله مقطعه بحال هكذا بصله كبيره مقطعه بحال هكذا الا ما عندكش عندك جوج صغار ديري جوج صغار. نحتاجو شويه ديال الشامبينيون عينك ميزانك شويه ديال الشامبينيون. غنحتاجو لا كوريوند كما كنقولوا القزبر ماشي المعدنوس القزبر. ونحتاجو هنايا هذاك لي زونيون نوفو اولا ديك البصله بالربيع اولا هذاك نتاع لا سيبولات اللي كان عندك مزيان فوالا. وانا غادي تزيدي الخضره اللي بغيتي زيدي خيزو زيدي اللي عجبك. انا غادي نزيد له الشو شينوا حيت بقى ليا في الثلاجه نورمالمون كيكون خضر وكيبقى هكذا كيرجع صفر فيه الماء بزاف الكونتيا بوكو دو وزوين بزاف للصحه. الوغ غادي نعمل غير شويه منه نقطعو هكذا عريض شويه نزيدو في ليني حتى هو كيعطي الاخر زوين. وغادي نحتاج هنايا واحد ربعه ديال تومات كبار فوالا كما كتشوفوا. وغادي نحتاجو شويه ديال البزار شويه ديال الملحه شويه ديال صوص سوجا كلير شويه ديال صوص سوجا فرونسي. ونحتاجو ويل دو تورنوسول الزيت البيضاء. ونحتاجو واحد 30 غرام اللي هي اونفيرو ديك المعلقه ديال السكر معلقه كبيره ديال السكر فوالا. دابا ندوزو نقطعو الخضره ديالنا ونقطعو كلشي باش نديرو ليني هما الاولى اللي غنوجد وعاد ندوز نوجد الاخرين حيت ماشي مشكل الا برد. بالنسبه لهذا غادي ندير له هكا ونقطعو اللي غيعجبو لها لي بول ديالي راني شاركتهم معكم خديتهم من السيت وشاركت معكم الكود برومو الا بغيتو تستغلوه راه باقي فالابل غيسالي علاين الا بغيتو تبروفيتو بان بروموسيون انكرويابل. بالنسبه لي بول لي سون سوبر كانو زوينين لكلشي للتقديم ديري فيهم لي صوص ديري فيهم اي حاجه. دابا ندوزو التومه نقطعوها ما نحكوهاش التومه ما خاصهاش تحك خاصنا نقطعوها باش كتخلي لي سافور ديالها بيان كوم يلفو فوالا فوالا. وحتى المواس هاد المواس ستيل جابوني ستيل شينوا ايتو ماديين وزوينين بزاف راني شاركتهم معكم في القناه حتى هما نيزيتي با تشوفوهم في الفيديوهات اللي فاتوا ديال المشتريات اولا ديال الكوزينه ولا المهم راه غادي تلقاوهم في الفيديوهات اللي فاتوا. راني كنشارك معكم كلشي وكنشارك معكم حتى لي كود برومو وليا واي حاجه محتاجينها راه غادي تلقاوها في القناه بطبيعه الحال. فهاد لي غوسيت هادو ما خاصهاش تضحك
كنعرف بلي كاينين الناس ما كتعجبهمش الثومه، مي ثقوا بيا بلي راه ما كتحسوش بها، كتنكه حقا ولكن ما كتحسوش بها. ندوز ندير معكم لاصوص، ديجا لاصوص نتاع الماريناد اللي غادي نحتاجوها. بالنسبه للماريناد غادي نحتاجو صوص سوجا كلير، صوص سوجا فونسي وديكشي كامل. غنوجدها معكم في لو بول وهانتوما باش تغارديو كلشي عندكم. الوغ بور لا صوص نبريباريوها على افونس، غادي ناخدو صوص سوجا كلير لايت كنقولو، غنديرو منها 3 د المعالق، هي اللي غادي تملح لنا وهي اللي دير كلشي. 3 د المعالق، انا رديت الماء يسخن باش نطيب فيه ليني. فوالا 3 د المعالق كبار، وغادي ناخدو العبار ديال معلقه صغيره ديال صوص سوجا فرنسي. العبار المهم انا عيني ميزانيه ما كنعرف، العبار ديال معلقه صغيره هي هادي. فوالا معلقه صغيره ديال لا صوص سوجا فرنسي. فين مشيت الغطا؟ ها هي. هوب اي غادي نزيد الابزار، غادي نزيد الابزار هكداك نص معلقه صغيره، عارف نطحن مزيان. فوالا وغادي نخلطوه مزيان ونخليوه على جنب، غادي نحتاجوه من بعد هذا لا سيزونمون ديال لينوي. اوكي دابا الماء راه عندي كيغلي باش نوجد فيه لينوي، مي المهم حتى يغلي. دابا ندوزو نحطو الوك ديالنا، السر في السر البنات ديال لاكويسو في الثياب الاسيوي، السر هو العافيه مجهده البنات، العافيه مجهده حيت وفيت شكون اللي كياخذ لك الوقت لي بريباراسيون ديال لي زانغغيديون. اما طياب البنات غرو ماكسيموم، واخا يكون اللحم ولا شنو ما كان غرو ماكسيموم في الطياب كيدي لكم البنات غير 10 دقائق، هادي غرو ماكسيموم. فوالا الزينه ديالي كما كتشوفوا معايا، عندي الماء هنا كيغلي باقي ما غلاش مزيان، هنا عندي العافيه مجهده بزاف على البوطه، دايرها على 8. المهم الا عندكم لا بلاك بحالي، غادي ناخذوا 3 د المعالق ديال الزيت تورنوسول، 3 د المعالق كبار ديال زيت تورنوسول. فوالا هوب الا هكذا، نزيد معلقه اخرى حتى هذه تسالات. فوالا 3 المعالق كبار ديال الزيت، اي غادي نضيفو عليها توت سويت 30 غرام ديال السكر اولا جوج معالق ديال السكر سنيده، وغادي نطلقوه بحال هكذا، نطلقو السكر سنيده ديالنا بحال هكذا في الزيت ياك، ونخليوه يتكاراميليزا بوحديتو الايطاليوه، ونخليوه حتى يدير لينا واحد الكشكوشه، عرفتوا بعض المرة كيعمل واحد الكشكوشه. المهم كنتمنى يكون كيبان لكم بوضوح تام. انا عندي هنا شي خضره كنت درتها في الساندويتش ملي مشينا للبارك، ما صورت لكمش البارك، مشينا لاميغ دي سابل صراحه دوزناها واعره واعره واعره. ايوا صافي شنو بغيت نقول لكم، عجبني بزاف البارك، كان رخيص بزاف جو 24 كدوزي النهار واعر، بعيد على مونت لا جولي بشي ساعه وشي حاجه، تقدروا تكونوا كتعرفوها انا ما كنتش كنعرفو اول مره نمشي له. هنايا كانت عندي شي خضره اللي استعملتها في الساندويتش، كنت عملت دي ساندويتش فيتناميان صراحه كانوا واعرين، وهاد الخضره غنزيدها مع لينوي ما غاديش نضيعها بطبيعه الحال. كيف شفتوا ولا كيكحل شويه السكر وبدا كيكون واحد الكشكوشه، ولكن باقي خاصو. ها نتوما دابا سي بون، كيف شفتو تكراميليزا مزيان، بدا كيعمل لي بول، ها هما بداو كيتكونوا هنا هاد لي بول، هادو شفتوهم هاد لي بول هما هادوك. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحطو الثومه ديالنا كامله، وغادي نحركو دغيا دغيا باسكو راه ما تنساوش البوطه عندنا مجهده. انا 10 ثواني، 10 ثواني فقط، ما تخافوش راه ماشي الثومه اللي تحرقات، راه غير الكراميل هو اللي دار عليه. فوالا 10 ثواني فيفمون هكذا. فوالا وغادي نضيفو عليه ديريكتومون لي شامبينيون. اوكي لي شامبينيون او لو شو شينوا، لو شو شينوا كيطلق لنا الماء. اوكي وماشي ضروري ديريها، وغادي نحركو هكذا بوندون دو 1 مينوت 1 مينوت 2 مينوت، خاصك تحركيها سينو يتحرق دغيا دغيا. غادي ندير شويه ديال الملحه باش يخرجوا الماء، واحد العبار ديال الربع ديال المعلقه ديال الملحه ماشي بزاف. هاد المعلقه ديال السوجا كلير كبيره، هلا
عين فوق كتزيدي لها الملحه كتعمل ديك الانفعال مع الماء ومع السوسوجه وداكشي. ودابا غادي نزيد عليه هاد الخضيره اللي عندي هنا باش ما نضيعش فيها حتى هي. هوب غتبننها، عندي فيها لي غادي، عندي فيها شويه البصله وخيزو، شويه البوابون، ونزيد البصله ديالنا فوالا هكذا مساليه مع الخضره كما شفتو، ونخليوها هكذا واحد دو مينوت. هانتوما الغزوله دابا رانا طفيت عليه البوطه باش ما يتحرقوا لياش وما يدبلوش، ما يدبلوش بزاف. غادي نحيدو بحال هكذا، غندير لي نوي ديالي في هنايا. اوبس فوالا، ما غاديش نخليهم بزاف، راسي ماختي نورمالمون على حساب انتي لي نوي ديالك شحال فيهم. لا كتخليهم هكذا كما كاملاش، واقيلا 5 مينوت كتحيديهم. غادي ندير هادو صوالو، ندير لهم هكذا نحطهم يتستفوا مزيان، ونزيد معاهم الاخرين فهمتوا، نديرهم ونزيد معاهم هادو الاخرين باش يجوني كافيين. هوب فوالا، اون فوا غادي يكملوا، اون فوا غادي يوجدوا، غادي نصفيهم وصافي، نطفي عليهم نصفيهم و وي مازال ما يتلكمش فوالا، نصفيهم نغوتيهم، ومن بعد عاد نزيدوهم على الخضره ديالنا ونكملوا الطياب، ونزيدو داك على سوس داسيزونمون وكلشي. اي فوالا غزولات، راني شعلت البوطه عاوتاني على 8 مجهده، زدت عليها واحد الكاروت محكوكه كما شفتو باش يجيني الخضره كثيره حتى هي. صافي هنايا راني قطرت ليناي، بغيتي تخليهم ديري فيهم مثلا كوموندي، ديري لهم واحد المعلقه ديال زيت طونوسول باش يطلقوا ما يتلصقوش ما بيناتهم، ديريها لهم سي بيان. اه راكي تلصقوا شفتو، انا نزيدها لهم ونفتحهم بشويه بشويه. مازال عندي هنايا نقطر هادو الاخرين ونكمل. اوب كوم سا سي في. الو غادي نزيدو عليها واحد المعلقه ديال زيت طورنوسول ونحاول نفتحو بها، باسكو لينا كيتعجنو دغيا، خاص في الساح في الساح في الساح. غنحاول نفتحهم غير بهذا ماشي بالمعلقه باش ما يتعجنوش. اوب راه كثير المقله على الله تكفيني. المهم غير كنضيفو لينو وكنحلوهم، شنو غادي نديرو بطبيعه الحال ما ننساوش باللي عندنا لاصوص دا سيزونمون اللي درناها، فيها البزار، فيها لاصوص سوجا كلير، سوس سوجا فونسي وكلشي، غنديروها بحال هكذا. اوب اي دابا غادي ناخد المعالق ديالي هذا وهذا، نحاول نبقى ندخل لينو ديالي في العطريه وديكشي، ماشي العطريه في لاصوص وكلشي، ونحاول ما نخرجهمش على برا، سي كومبليكي مع انها اكبر مقله عندي. طبيعه الحال الا عندك السوجا هذاك لي بوس دو سوجا، عندك شي حاجه اخرى نيزيتي با، حيت اي حاجه في الخضره كتجي معها زوين، سورتو هذاك الشامبينيو البارفومي ديالهم كيكون، نسيت كي سميتو كيجي زوين. كنظن خاصني نزيد، حيت انا كثرت شويه ديال لينا، كنظن خاصني نزيد شويه ديال لاصوص كلير، هادي صوص سوجا كلير غير شويه ماشي بزاف، وغنزيد البزار حتى هو شويه، داك لي زانغريديو اللي درتهم في لاصوص غنزيدهم ولكن بكميه قليله، وشويه ديال هاد لاصوص فرونسي حتى هي. فوالا تزت لهم فوالا، دابا والعافيه عندنا مجهده، غادي نبروفيتيو هيا نيت، غادي نشدو الكورياند وهاد لاسيفيت، غادي نقطعوهم بحال هكذا، وغادي فين هو المقص ديالي فوالا بحال هكذا دي مورسون با ترو بتي،
pas trop grand. غادي نديرو غادي نحركو وغادي نكوبيو لو فو. ها نتوما الزينات بالنسبه للينوي ديالنا راهم وجدوا تبارك الله غزالين غزالين غزالين، ذقتهم المذاق الرائع رائع رائع يا غيا نادر. وبطبيعه الحال كنزيدو لهم معلقه من هذا البيمون، راه غادي تشوفوا راني زدتو معلقه من هذا لاصوص بيمونتي اللي صايبت معكم. هادشي اللي بقى لي البنات درت معكم بامال فلاكو، هادشي اللي بقى لي حنا كناكلوها مع كلشي. غزاله كتجي مع لي بيتزا زوينه، كتجي مع اي حاجه زوينه فريمون، اي حاجه تقدري تزيدي لها البيمون في لي بات في اي بلا. غزي ولاد بالنسبه لهذا الفيديو نورمالمون راه كنت شاركت معكم لي نيمو هذا على داكشي كتلقاوهم في الطبله، حيت الا بغيتوا لا غوسيت دي نيم غادي تشوفوا واحد روتين صباح من الصباح غادي تلقاو فيه. واليوم شاركت معكم بفوزونيو و لي نويو ليغوم، صراحه كيجيو فنين. وهاد لي نيم شينواز هادو ضروري ما تجربوهم، راهم شاركتهم معكم هما ولاصوص ديالهم في ميزون. على داكشي غادي تسمعوني كنهضر على لي نيم في لا فيديو، مي انا كنت ديجا شاركت معكم. ولاصوص بيمونتي راه هي عاوتاني مع واحد الفيديو فيه لي غافيو لي شينوا، غزالين غزالين غزالين. ها نتوما اوب هادو بالنسبه لي نيم. وبطبيعه الحال بالنسبه لاصوص نيم ها هي عندنا هنايا، فوالا كيطلع داكشي نيم من بعد مني كديرها في لي بول، ما نعاودلكمش. سينو عندنا هنايا بف اوزونيو كما كتشوفوه وجدتو معكم هائل كيجيو، كنزيد عليه ديك لي هادوك لي زونيو نوفو ولا من الفوق مني كتسدي البوطه، واعر 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 كيجي. اي اون اوسي بيان سور الطوا ديال لي نوي بالخضره والبيمو الا بغيتو ديروه، واعر. المهم عندكم ثلاثه لي غوسيت فني الحلاوات، غادي نشوفكم في لي كومونتير مني غتجربوا هاد لي غوسيت. ديجا البنات اللي جربوا لي نام راهم جاو قالوا لي واعرين واعرين، الوغ نستناكم تجربوا الاخرين ساهلين. سيرو غير لي ماغازا اسياتيك اللي قرابين ليكم، خدو غي سوس زويتر، خدو سوس بواسون، خدو سوس سوجا كلير اي سوس سوجا فونسي اي لبزار وملحه والمايزينا. ها شنو تحتاجي اون فوا تجيبي هاد لي زانغريديون قولي لي حنان شاركي معنا اي حاجه بغيتي. فريمون هادشي اللي كتحتاجي اون جينيرال، ما كتحتاجيش شي حاجه اخرى. ويلدو سيزام الا بغيتي هكذا مره مره كتكون كتنكهي بها حاجه فريمون يا سلام. و الا بغيتي ديري لي غافيو لي شينوا اللي شاركتهم معكم بلايصوص ديالهم كلشي، احسن حاجه خودي لي فوي دو غافيو لي شينوا. اتهب لي اتهب لي الحلاوه ديالي. كنتمنى يا ربي تكون عجبتكم لي غوسيت. المهم انا مشيت وجيت وجلست نصور معكم هاد لابارتي، كنتمنى انا لي غوسيت اللي شاركت معكم تجربوهم فريمون. البنات كيوجدوا في دقائق وغادي تحماقوا عليهم، واي غوسيت نشارك معك الا وديريها حيت غادي تبني لا انت لا عائلتك. ما تحقرينيش ها راني حادقه والله العظيم ما تحقرينيش، لي غوسيت ديالي كلهم كيصدقوا وكلهم غزالين. ما علينا الزوينات، ودابا نجي لكم الموضوع اللي ضرني واللي ضروري نقول لكم شنو طرا وكيفاش جبدت لكم هذا الموضوع، علاش عملت تصويرات السيده وعلاش جبت لكم السيده في الهضره. بطبيعه الحال الانسان خاص يهضر، حيت كاين شي نوع ديال الناس ما كيفهموش، كاين شي نوع ديال الناس اللي اوغوزمو ماشي مالوغوزمو، اوغوزمو كاين منهم غير واحد 1% اللي صغير. اما الماجوريتي ديال الناس اللي متبعه لي كيف اولا تيم ديال حنان شانيل ايبا 99% كلهم الغزالات. الحمد لله انا واخا نغبر شهر على لي كومونتير ديالي، ما كان مني كنجي نطلع على لي كومونتير ما كنلقى فيهم ما نمسح، كومونتيرات حلوين كلشي غزال، الناس كلها زوينه كلها محبه، كلشي كتبغيني بقلبها، كلشي عارفاني اش كنسوا كيسكو جو فون، يعني عارفه مزيان شنو انا وشنو كنسوا وشنو كنخرج من فمي وقداش قلبي بيض وقداش اللي كنفكر فيه راه على لساني، وما كنوين ادي حد ما كنوين نتعدى على حد، واي حاجه كنديرها الا بحسن النيه وكنبغي الدنيا كامله، ما كنحقد على حد ما كنكره حد وكنبغي كلشي. فهمتوا البنات؟ يعني مسالمه الى اقصى الحدود. شنو بغيت نقول لكم؟ الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي انه كيف قلت كيف سبق لي وقلت لكم وشكرا بزاف 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 على الحب ديالكم وعلى كاع هاد لو سوتيان اللي عطيتوني هاد السنين كامله وانا معكم في لي ريزو سوسيو اللي خطيكم عليا، ولا على الناس اللي تابوناو معايا مازال في التيك توك والانستغرام. منها كنقول لك اش كتستناي سيري تبعيني في التيك توك والانستغرام احبي باش هكذايا تكملي كاع لي بارتي فين كنكون باش ما يدوز لك والو. وبغيت نشكركم بزاف حيت بالفضل ديالكم اليوم راني هنا وكنهضر معاكم، بالفضل ديالكم بقيت هاد السنين كامله بطبيعه الحال. وبالنسبه للكلام اللي غادي نقول ديك 1%
وغتقولوا لي علاش جبتي هاد الهضره وعلاش كاين ديك العنوان في الفيديو وعلاش كاين ديك التصويره. بطبيعه الحال انا جايه لكم في الهضره. هذاك لو 1% على مكندوي يعني وحده ولا جوج كيكونوا سبحان الله واش دي فوكونت واش دي فغي بيرسون واش دي جون اللي كيعرفوك وكيضحكوا لك في وجهك مي في الديغيغ لا كاميرا كيكتبوا لك ديك الشيء باسكو عمر كينساو حيت الناس اللي كتعرفك هي اللي ما كتنساش شي حاجه اللي قريبه ليك واللي كتكوني هضرتي معاهم عليها. انا هادشي اللي كيبان لي الناس اللي عرفاتك ولا اللي كتعرفك مازال. انا هادشي اللي كيبان لي نقول لكم علاش جبت هذا الموضوع ولا علاش شنو طرا بيني وبين هاد السيده. المهم على ما كندوي على اسما شانيل. المهم راه تكونوا كتعرفوها اسما شانيل اللي كان وقع ليا معاها واحد المشكل هذه شحال اللي عقلتو يعني كان مشكل بسيط جدا وانا نقول لكم جايه لكم في الهضره. المهم ما علينا هي إيه كاين واحد 1% ولا كي قلت لكم واحد جوج الناس ولا شي في دي فون كونت بوتيتر كيعرفوك مزيان وكتكوني هضرتي معاهم وتعاودتي معاهم في ديك الفتره ولا حاجه كيجيو كيوتيليزيوه ضدك. يعني نقول لكم مثلا نهار اللي كيكون شي حاجه بحال اليوتيوب المغربي ما بقاش كيعجب في المغرب اي وحده كتشد مع وحده وحده اللي كتدخل لكم مساريه وحده اللي كتخرج منها وحده كتفضح بنتها مع باها وحده كتفضح راجلها مع اختو وحده ما نعرف. المهم هذا هي مثل اوكي ما كنمعني حتى لا شي حد غير ديك الشيء اللي كاين وانتم عارفين باللي كاين بزاف من هذا الشيء اوكي كاين بزاف 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 لا يشرف المغرب ولا اليوتيوب المغربي اوكي. ونهار اللي كتجي تدوي وتبيني على حقك تهضري على حقك مثلا تقولي مثلا الا كان بحال انا في ديك الساعه كانوا كيجيو عندي كيقولوا لي واش فلانه من لبنى وديكشي واش خالتك واش بصح اختها ديال مات راجلك وهي لا علاقه مع راجلي فهمتوا. كنت اوبليجي انني نطلع ونقول لكم باللي فلانه الفرتلانيه راه ما كنعرفها ما عمرني شفتها ما كتجيني ما كنجيها ما كتجي راجلي ما كيجيها فقط. قلت لكم حتى الا خالتي كانت قالت لكم اختي 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 استاذ كتعرفها في المغرب حيت بنت الريف وديكشي وكتقول لها زعما بحال اختي ولكن ماشي المعنى ديال اختها راه اختها من ماها وباها يعني لا علاقه مع العائله اوكي. الا هي عندها علاقه مع داكشي يخصها لا يخصني فهمتي واخا هي حماتي على عيني وراسي ولكن يخصها لا يخصني. انا عندي علاقاتي اللي كيخصوني انا لا يخصها هي وهي عندها علاقاتها اللي كيخصوها هي وانا ما كيخصونيش وما كندخلش في شغلاتها حيت ديك التدخل في شغلات بعضياتنا كيجيب المشاكل وكيعطي البعد. الله اللهم الانسان يخلي تقارب الحياه زوينه وحنايا ونسيغو كي كنقولوا كنسيو نكونوا سعيدين في العلاقات ديالنا ونكونوا مزيان مع بعضيتنا هذا هو لو بوت ونحافظوا على العائله ديالنا والشمل ديالنا مجموع هذا ما كان وهذا الشيء اللي كيهمني. وكما كتعرفوني البنات انا ما عنديش مع بنادم مع الصداع ما كيعجبني نجبد حد فريمون الناس كي دايرين طلعتهم ووقفتهم على رجليهم وعاونتهم بلي بيب غراتوي وطلعوا الحمد لله جابوا رزقهم الرزق بيد الله ولكن على 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 طريقي انا يعني انا كنت سبب وبزاف د الحاجات وفي التالي نادوا ضربوا فيا وردوا فيا الكذوب واش طلعت شي نهار وهضرت با دو تو ولكن الخبز اللي كلاو معايا والرزق اللي رزقهم ربي ودارني انا سبب في طريقهم وديك الشيء هو اللي ضرب فيهم وبانوا على حقيقتهم مع مرور السنين واخا انا ما دويتش ما كيعجبنيش نهضر على بنادم ولا اوكي. الوغ شنو كدير منين تدافعت على راسي في ديك الفيديو نتاع لبنى اللي قلت لكم بلي راه ماشي خالتي وبركه ما تقولوا لي خالتي انا لا علاقه مع ديك السيده احترمها لا اعرفها ولا اتفرج فيها قلتها لكم بكل وضوح. دازت واحد البنت ولا جوج نقول لكم وقيله تكون هي كان عندهم انا ابوني بجوج بهم عندهم ابوني واحد سيتادي يلا حلين ديك الكونت ويلا الهضره ديال ديك النهار وفي نفس 10 دقائق ما بيناتهم يعني انا كنظن بلي انسانه وحده وعندي وحده في راسي بلا ما نقولها مي بلا ما نطلع لها الشان كوموندي مي ابخي انا كنقول وحده هي كتبت تما كتهضري على الفضايح اللي كيوقعوا في اليوتيوب ونسيتي فضيحتك انت مع اسما شانيل و اون فوا بوغ توت باغا نفضي هاد المساله هادي. اول حاجه انا والسيده اسما شانيل بنت الناس انسانه متربيه خلوقه ماشي بنت الزنقه بوليداتها براجلها برزقها وانسانه محترمه وهادي سنين عندها نفس السن نتاع اليوتيوب اللي انا درته هي 7 سنين وانا 7 سنين تقريبا الوغ وحنا كنبنيو في الكارير ديالنا. هذيك الانسانه محترمه انا وياها كنا كنتعارفوا وقع بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوهاش ولا سيروا القناه ديالها قناتها غزاله بزاف. الو بالنسبه اللي كيسميتو هي هذيك الانسانه انا وياها بيناتنا الاحترام كنا كنتعارفوا وقع سوء تفاهم بيناتنا ما تفاهمناش لي دو جوج بينا اوكي حتى واحد ما غلط على الاخر حتى واحد ما فاهم على الاخر
بجوج بينا ما تفاهمناش، وقع سوء تفاهم صغير. الناس اللي قرب لينا كنا كنهضروا معاهم الوغ كيخرجوا المسائل، سيت وقع غلط صغير. تم البنات، تم اصلا انا فات مده صغيره الفيديوهات تحيدوا، ما بقاوش عندنا فيديوهات في القنوات ديالنا. تم تصالحنا، تم في ديك السنين. دابا راه هذه 6 سنين البنات، تصوروا معايا 6 سنين راه بجوج بينا كنا صغارات ديجا. الوغ انا كان في عمري وقيله شحال، كان في عمري 26 وهي 27 كنظن، او لا انا 27 وهي 28، بيناتنا وقيله عام. الوغ المهم ما علينا، وقع سوء تفاهم صغير بسحب لكم، وكتقول ديك الفضيحه ديالك مع اسما شاني علاش حنا عملنا شي فضيحه، مالنا لقيتينا كتناقروا في الحمام، لقيتينا خسرنا الهضره شي نهار على بعضياتنا، عايرنا ولاد بعضياتنا، عايرنا رجالاتنا، عايرنا شي حد بادوتو، حتى الا تناقرنا وتجاوبنا على شي حاجه بسيطه وعلى ديك تناقر على الكولابوغاسيون ولا ما تكولابوغاسيون. فوالا هذا هو الهم ديالنا في ديك ليبوك، ماشي بحال اللي كنشوفوا دابا. لا علاقه، لا علاقة. وحنا في ديك الساعات تصالحنا الحمد لله، درنا يد في يد، كنتلاقاو مرة كنتلاقاو، ماشي نقول لكم ولينا صحابات ملاصقين، ولكن تسامحنا، دخلوا ناس خيط بيض بيناتنا في ديك الوقيتة، ما حد كان الدم حامي ومعصبين وديك شي، دخلوا ناس مزيانين بيناتنا، ومنهم كانت لطيفة صاحبتي، تما فين تعرفت على لطيفة صاحبتي، تصالحنا من ديك الوقيتة الحمد لله، سمنا على عسل، حنا نسينا الموضوع، وهذيك المبرشة اللي يمكن عاودت لها باسكو كنت معصبه ولا حاجه، تبقى تقول لكم نسيتوا الفضيحه ديالكم انت واسما شانيل. شنو الفضيحه اللي درناها انا واسما شانيل؟ بزاف اللي كنديروا الفضيحه انا واسما شانيل. انا بنت الناس ومربيه وباخلاقي وريفيه تبارك الله ما شاء الله بنفسي، واسما شانيل فاسيه وباخلاقها وبتربيتها وبنفسها تبارك الله ما شاء الله علينا، وحنا تصالحنا كان ولادنا باقي كياخذوا البيبغو وبخير علينا. ونا با تروفي ان سي لوجيك نطلعوا في فيديو وندير انا فيديو هي دير فيديو ونقولوا بلي انا وياها راه تصالحنا وصافي راه تواصلنا ودخلوا بيناتنا ناس مزيانين وتصالحنا بيناتنا، باسكو حنا ماشي ديال هذا الشيء، وقفنا ديك الشيء ما حد يلا فقنا مع بعضيتنا بلي راه فات يومين نتاع هذا الصداع. تم حددنا المسائل صاي، تم فقنا براسنا، تم قلنا هذا الشيء نو نو نو، حنا ماشي ديال هذا الشيء، حنا ماشي ديال حاجه بحال هكذا. الناس كتالف والناس بزاف كيمشيو من هنا وكيقولوا حاجه، يمشيو هنا ويقولوا حاجه. بيان سو ما كنهضرش على الناس الطيبه اللي كانوا باغيين كيقولوا لا انتم ماشي لهذا الشيء، كنحماق عليكم بجوج وديكشي كامل. هادو الناس ديما راهم عندنا والحمد لله راكم فوق راسنا، فهمتوا البنات؟ انا كنهضر على ديك الفئه اللي كتكون كتعرفك وقريبه ليك وكتخلي حتى كيفوتوا 7 سنين. حنا ونسينا يا اختي، حنا ونسينا. واش ما نسيتيش يا اختي؟ ما نسيتيش؟ واش حنا فوق ما نبغيو ندافعوا على شي موطن ديالنا ولا المغرب ديالنا ولا على محتوى ديالنا، اولا باغيين نحافظوا على خدمتنا تكون نقيه؟ تجي انت تفكرينا على فضيحه، فوق عملنا شي فضيحه اختي؟ اجي وريني فوق عملنا شي فضيحه. جامي دلافي، جامي دلافي كانت شي فضيحه بالنسبه للبنات اللي عارفين ولا ما عارفينش. ما تلقاو اصلا حتى شي فيديو عندنا في القنوات ديالنا ديال شي فضيحه، كلشي تمسح في ديك الوقيته، كلشي تمسح، ما بقى لا فضيحه لا مجيب كري، ما كاين اصلا لا فضيحه لا والو، كان غير العنوان باش بنادم كيشوف الحاجه، بنادم داك الشيء كيكون انسان معصب كيعمل شي عنوان ما زوينش وديكشي وصافي، فقط ما كان لا فضيحه لا والو. الادب في الفيديو كان الادب من ال زد، لا من طرفي ولا من طرف اسما شانيل، بوان باغ. الوغ هاد التوضيح هذا لهذاك 1% باش تكبتيها في قلبك حبيبتي، هاد العنوان وهاد لامينياتور اللي لقيتيها في الفيديو درتو عليك اختي، باسكو انت كتدخلي باش تشوفي هاد النوع ديال الفيديو، ما حد كدخلتي في ديك النوع ديال الفيديو نتاع لبنى اللي عملتو عليها وقلت باللي خالتي وشوهت بينا وما نعرف شنو، ها باش ناتي غير ديك الناس اللي كيسولوا ديك السؤال وكيقولوا لي خالتك واش لبنى سريعه، خالتك واش 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 واش، اصلا حشو ما تقولوا على بنادم سريعه ولا سريع ولا حشو، ما علينا ماشي موضوعي هذا، تنبروا معاهم ديروا اللي عجبكم معاهم. كنهضر على شخصي وعلى الزميله ديالي اللي هي اسماء شانيل. حنا سمن على عسل من هذه سنين، كبرنا وليداتنا، كبرنا رحنا بخير وعلى خير، وهاد السيده هذه باقا مرضها في راسها هذا الموضوع، حيت كانت باغيه انا واقيلا نطلعوا ونقولوا حنا رحنا تسامحنا هذه شحال، وقلنا المسامح كريم، لا هي طلبت لي السماحه ولا انا طلبت لها السماحه، حنا بجوج تعصبنا وحنا بجوج ما تفاهمناش وكل وحده كان عندها وجهه نظر، وبجوج بينا غلطنا ببعض في راسنا، حنا بجوج بينا غلطنا في ريوسنا، اوكي؟ اي قلنا المسامح كريم، هذه سنين ما طلبت لي السماحه انني بيني وبينها، ما طلبت لها سماحه بيني وبينها، سيتادير ما غلطناش بعضياتنا، غلطنا في راسنا،
اوكي ما تفاهمناش، كان خاصنا نعالجوا ديك الشيء بيناتنا بطريقه دايره، ما شغلناش شكون اللي بدا ولا ما بداش ولا هادشي كامل، حنا ما كنهضروش في لي ديتاي. مي انا هنايا باش نقول لكم بلي انا ديك السيده كنحترمها بزاف، اكينو لها الاحترام بحال دابا بحال قبل، اوكي، وما عمرنا ضيعنا الهضره مع بعضياتنا، عمرنا قللنا من بعضياتنا، بقات في نفس المرتبه، بصح تعصبنا على بعضياتنا سي توتا في نورمال، وقع صداع بيناتنا سي توتا في نورمال. من نهار تسامحنا البنات من ديك النهار في نفس المرتبه راه هي عندي الفوق الفوق الفوق، وانا راهي راني عندها الفوق الفوق الفوق. وتقدروا تمشيو لعندها لقناتها وغادي تسمعوا منها نفس الجواب. وكنظن انني من بعد ما حطيت هذا الفيديو حتى هي راه اوبليج انها تطلع وتوضح للناس اللي كيدوزوا لها يقدر يكون عندها نفس المرض اللي عندي انا. ما عنديش انا مرض صراحه، كنأكد عليها، عندي الناس محترمه، ولكن عندي هذيك المريضه على من درت هذا العنوان وبالاتفاق ديال اسماء وبالحق انها عطتني حق انني نقدر نعمل هذا العنوان وهذا المينياتور. سينو انا وياها علاقه طيبه، وهذا الجواب ديالك يا المسمومه موتي وتقهري، اما حنايا هذه سنين ما كانش علينا لوبليغاسيون انني نطلعوا نقولوا لك حنا تصالحنا، باسكو حنا اصلا كنا مصالحين من الاول، يعني وقع بيناتنا سوء التفاهم سيتو، تعصبنا تعصبنا سي نورمال، الغضب الانسان ما خاصوش يهضر وهو معصب اي سيتو، تصالحنا دازو ناس اللي عمرها هضر ما بيناتنا، تصالحنا تما وسالينا، سدات مادام كي قالوا سدات مادام صافي. انت باقا اختي كترجعي للور ودابا عاد نسمعك شي نهار كتقولي الفضيحه، نقولك جبدي لي الفضيحه فين هي، ولا لقيتي فيديو وريه لي، الا لقيتي ميساج وريه لي، فين هي هاد الفضيحه؟ هو سدي علينا وسدات مادام وسالينا ومن هذا المنبر نيت نهضر معكم بلي اسماء شانيل تبارك الله عليها عندها قناتها نقيه بحال ديالي ومكمله في المحتوى ديالها، وحنا متبعين بعضياتنا الحمد لله، ورحنا محترمين بعضياتنا الحمد لله، مره مره كنتهضروا مره مره هذا، ودا يوم ملي كنمشي للمغرب ديما كنت باغا ندوز لعندها ونشوفها، ومن هانيت نديروا لكم هيدا فيديو نقول لكم راه حنا مصالحين شحال هادي، باش اولا الناس اللي ما كيعرفوش اصلا لي سبور نقول لكم انا مع اسماء شانيل ما حتاش اصلا نجبدوا شي مصالحه حيت حنا نسيناها. دابا المشكل بحال هاد الواحد في المية هذا يعني كتعطيك الكانه انك تبيني لها شنو كاين، مي حنايا عمرنا كنا نوينا نطلعوا في شي فيديو نقولوا حنا مصالحين، حيت اصلا ديك الدباس داز سيمانه ولا ما عرف اي صافي، هي هدنات النفوس وتهدنا تعصبنا تهدنا صالحونا ناس، وحنا راسنا كبيره تبارك الله، كل وحده كي قلت لكم على باز ديالها نقي ومحترمه وبنت الناس، حتى وحده ما كتبغي شي حاجه اللي تاطل لها على المسائل ديالها، كل شيء بينا كنبغيو حنا الاحترام، والقناه ديالنا كبرناها نقيه ليومنا هذا، وما تجيش وحده مسخه وتقول لي انا مثلا ما عندكش الحق تهضري على هذه الحاجه، انت راكي درتي الفضيحه بزاف عليك، انا نكون ديال الفضايح، انا لو كان كندير الفضيحه ونبغي البوز، لو كان طلعت على الناس الاقربي اللي اداوني وما عمرني دويت، ما بالك، راه الانسان غير كيتعصب بعض المرات كي اكسبريمي وصافي كتخرج الهضره بحال هكذا يسيبو، هذا ما كان. اما سيده المهم الا كي قلت لكم ان شاء الله نهار اللي غادي نهبط المغرب ولا كان عندي شي نهار في الناظور راني غادي تشوفوني نمشي عندها للسونتر ديالها ديال الكوافير وديك الشيء ونصايب عندها وحبيبتي هذيك وبحال اختي الله يا ودي، وها انتما راه عندها السونتر تما يا اختي، دخلي عند القناه وسيري لعندها تصايبي راسك وهكذا هكذا، وانت يا الحبيبه اللي كتموتي بالسم ماتي ماتي يا اختي ماتي، انا ماشي د المشاكل ود الصداع اختي، حنا صافي على بال مع الجميع المونضونتي، انا القلب ديالي ياخذ العالم واسماء قلبها ياخذ العالم، وانتي وبحالك كديو غير كتديو غير كي كيقولوا لها غير السيئات وجهنم استغفر الله، الله الله اعلم جهنم عندك مضمونه الا قبلت بيك. المهم الزينات هذا ما كان، وسمحوا لي على العنوان وهذا باسكو هذا النوع ديال الناس كيكونوا كيفضلوا انهم يدخلوا عندي على حساب هاد العناوين وهكذا نيت ياخذوا لا ريبونس ديالهم معاهم ويمشيو، اما حنايا رحنا في احترام في هذه القناه وغادي نبقاو ان شاء الله ديما في الاحترام وهذا ما كان. وبالنسبه للاسماء لا بالنسبه للناس اللي متبعينا من قبل وعارفين شنو كاين وعارفين بلي حنا رحنا صافيه لبان، رحنا صافيه لبان من هذه سنين وجو تخوف سي نول انني نهضر على هذا الموضوع دابايا، والله يميم اسماء في خبرها بلي انا غادي نهضر على هذا الموضوع باسكو مني شفت هذوك الميساجات قلت فازي انا غادي نعملها لكم في هذا الفيديو، ومن هانيت غادي نحطها لهذوك النوع. يلا هو الغزي ولاد ديالي، كنتمنى يكونوا الوصفات عجبوكم، وسيروا عند اسماء شانيل شوفوا الاخر ديالها القناه ديالها وديك الشيء، كتستاهل انسانه طيبه وحتى يخدم على وليداتها وعندها محتوى غزال لا مشاكل لا صداع لا زمر، انسانه طيبه، وكنبغيكم من هنا. يلا باي باي البنات، سلامه.